انا معي سي فؤاد، جيت نبدلوك. وي يا با بروبليم، عندي رجال. اسمح لي برك. صافا بيا، بحال البروفيجي افيك بغلات. وي حبيت تبدل اللوك؟ حبيت نبدل من لاكولور. ماشي يا با بروبليم، على بال. صالون الحلاقة كان وجهة لمية التي أبت إلا أن تستقبل السنة الجديدة بحالة مميزة ومختلفة. من العراس هذا العام ما خرجنا، ما شفنا عراس. يعني واش درت؟ قلت ديبيت لاني في نهار هذا نروح نطلع الموال روحي، نروح نكوافي كيما كاع لي فام لي زارجي يتهلاو في روحهم. بلوك جديد وإطلالة مختلفة، أرادت كل من سميرة وجازية الظهور واستقبال السنة الجديدة. اليوم جيت سبيسيالمون من أجي القريعة عند مسيو فؤاد باش نبدل اللوك. عام كومبلي وحنا كونفيني، دونك فوالا الريزولتا، جيت نبدل اللوك هكا باش نفرحوا بالعام الجديد ونحوا الغمة تاع الكورونا اللي جاتنا. جيت نبدل اللوك، جيت شعري تحرق لي شويه، جيت ندير لي سوان، وكم حنا نسان نحبوا نتهلاو في روحنا سورتو في المناسبات. رغبة النساء في التزين واستقبال السنة الجديدة بأبهى حلة شكلت ضغطا على صالونات الحلاقة التي تخضع لإجراءات وقائية خاصة. الناس مع العام الجديد كاين بزاف اللي ما بدلتش اللوك، كاين اللي حسب لهم الحفافات ما يخدموش ايتو غير بالمواعيد، مي الحمد لله عندي زبائن ويتصلوا بيا بالهاتف. انا ناخذ المواعيد، ما نديش بزاف لي بلاص، يكون تباعد وكامل لا بافيت. ومع العام الجديد حبوا يبدلوا اللوك، كشغل عام اللي فات هذا تاع الكونفينمون جوزو غير بلو ستريس. صادير هذا العام كشغل حبوا يقيسوا شويه على روحهم، ان شاء الله نستقبلوا هذا العام الجديد، ان شاء الله يروح لينا هذا الوباء يا ربي ان شاء الله، ونبداو عام جديد ان شاء الله بالصحه والهنا. سنة صعبة غابت فيها الاحتفالات وأغلقت فيها صالونات الحلاقة، ما جعل هذه الأخيرة تعرف إقبالاً كبيراً عشية رأس السنة الجديدة، خاصة مع انفراج الأوضاع.